بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودنا حضراتكم بمنتجاتنا الجميلة، منتجاتنا الرائعة في عالم الرشاقة والجمال. جبنا لكم النهاردة حزام التخسيس الجميل اللي هيقضي على منطقة ترهلات البطن وشد الجوانب. زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بيكون بالشكل ده من جميع الاتجاهات. تعالوا نشوف الحزام من الداخل بيكون شكله ايه والمكونات الموجودة داخل الكرتونة. طبعا بيجي مع الحزام اسطوانة فيها شرح واستخدامات الحزام. بيجي مزود معاها من الداخل بكتالوج بيبقى موجود فيها وجبات غذائية بتساعدك على حرق الدهون الموجودة داخل الجسم. وبيجي طبعا كمان انبوبتين كريم زي ما انتم شايفينهم بالشكل ده. ده طبعا بتندهنهم على منطقه البطن قبل استخدام الحزام. هشرح لكم الطريقه والاستخدام ازاي بالظبط. وطبعا موجود داخل الحزام من الداخل شريط لقياس الوسط زي ما انتم شايفين الحزام بالشكل ده او الشريط. وبعدين شكل الكرسي من الداخل او الحزام بيكون بالشكل ده. ده طبعا بيلبس اي مقاس لان ده بتبقى خامة عالية الجودة، خامة بتساعد على حرق الدهون. خامة من الداخل زي ما انتم شايفين بتكون مبطنة بمادة حرارية بتساعد على حرق دهون البطن وشد الترهلات. حزام جميل جدا ورائع وهيساعدك او هيساعدك على التخلص من منطقة الترهلات الموجودة في البطن والجوانب. حزام جميل جدا جدا ورائع. حزام هيقضي على منطقة الترهلات الموجودة داخل البطن. حزام خامته عالية الجودة زي ما انا قلت لحضراتكم. خامته جميلة جدا ورائعة وسهل الغسيل، يعني بعد الغسيل بيرجع لوضعه الطبيعي عادي خالص لان الخامة ديت خامة قطن عالية الجودة بتساعد على حرق الدهون. تمام. لو انتوا حابين تستفسروا عن اي شيء عن الحزام ده او المنتج ده بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. وطبعا الحزام سعره هايل جدا، ولو حابين تستفسروا زي ما انا قلت لحضراتكم بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. بيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش تدعمونا بلايك للقناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد في عالم الرشاقه والجمال. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.